تدك صاحب تحدي نري على القادة وصل قويتها. علاش مو الدار بقى فيه الحال؟ على ذاك الصابون اللي صبنت. وانتم فين صبنت انا حاشاكم ديك ناركم كيما شفتوني صبنت هاي في قادوس. هو كتشوفوني شوف بنادم تابعنا في والو. فرتك شي 11 يا جوره، ترى بالسيف ما كيجريو عليا من الديور، كان كيخدم في البنيره بالسيف ما كيجريو عليا. دابا شو هو الشف على شي 11 يا جوره، وداك الياجور الاحمر غالي، وشحال من ياجوره هرس. سمع انا حاشاكم ديك ناركم كيما شفتوني سمع صبنت هاي في قادوس. هو كتشوفوني شوف بنادم تابعنا في والو. شي 13 ياجوره تهرس، شو دوك الياجورات راه دايرين 5 دراهم الياجور. انتم كملت ديك النهار انتم كيما كتشوفوا صبنت حاجه. ترى انا احسن يوتيوبر وحسن من سبيد، وكندوز بتي والله يهديك السي جطو السي ادريس على القادوس. اصح واش فيهم المساوس؟ ما عرفوش شكون راه عنده تي شيرت ديالو. ونقيو روسنا تبعني في الصابون وتبعني في القلب. والدراري مغاربه اللي كيمشيو كيبغيو يحرقوا مساكن وكيصدقوا مساكن يغرقوا في البحر وكيموتوا كيبقاو فيا بزاف. كاع كيبقاو فينا اخويا على القادوس، الله يدير شي تاويل ديال الخير. واي مغربي واي مواطن ومواطنه اللي كيكونوا يبغوا يحرقوا وكيموتوا مساكن وسط البحر. واش ندير للدين تاع اخويا؟ لا اله الا الله خويا على القادوس، سير الله يطلق سراحك. سير اخويا على القادوس ان شاء الله حتى تخرج وفهمتي كذا، وان شاء الله راه غندير معاك واحد الجميل زوين. خاصك تخرج العار، خرج سبيد الكونسيبت ديالو.